Para mim, nada de nada de انا خدمت في الهوايات معناتها في الاماتور ما خدمتش في البروفيسيون اللو عملت مرحله مهمه جدا جدا في معناتها في الكوتي نتاع الاماتور تعلمت برشا وخدمت مع برشا عباد بروفيسيونيل في الدومين تكونت على يديهم ومن بعد الحمد لله رب العالمين تطورت بشوي بشوي سبب دخولي للميدان كنت قاعد نمسح على روحي معناتها معناتها ما حتى كنت نخدم اعمال مسرحيه معناتها مش كالاعمال المحترفه ولا اعمال عاديه ندخلوا بهم جهوي اقليمي وطني نرحب بهم جوائز كل شيء وفي الدورات هذوما نعمل علاقات نعمل كونتاكت ناخذ جوائز ينبهروا بي عباد حتى في البروفيسيونيل يقول لي انت ماكش بروفيسيونيل نقول له انا هاوي معناتها يقول لي كيفاش تعلمت وين تكونت نقول له ما هو سبحان الله كل انسان ربي يعطيه ما هو بعد جيت لكلوب كوميدي شو في EFM برشا صحابي قالوا لي برا بزي 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 شارك على شباب قلت على شباب فوق بابا مش نشارك مشيت صباح وقتها كوف الباردي حتى بالحاج معز تومي لجنة التحكيم إدارة EFM بيبسو والحمد لله تم اختياري ان ندور في كامل تراب الجمهورية وقت في كوميدي شو وعملت كونترات معهم وقتها في EFM في كونترا معهم خدمت معهم فميك بدأت المسيرة بتاعي في معتها في المؤسسات الإعلامية أول تجربة لي كانت في EFM ومن غادي بدأت نتعرف بالراديو بدأت نتعرف شوية عند الأحباب والأصحاب في التلفز بدأوا يحسوا لنا عندي ضمار هكا حلو يحسوا ان عندي موضوع في روحي كذا الحمد لله كنت عندي تجارب في المسرح تعديت برشا تجارب بديت انا تجاربي في مسرح مبالغ ومسرح منزل بوزلفة ومسرح قربة مسرح خدمت معهم هذوما برشا وبعد جيت لتونس لهنا جيت لتونس لهنا خدمت مع دي بوات بروتكسيون في البروفيسيونيل مع عباد محترفه وقت انا ما عنديش كارتا معناتها باش نقول انا محترف ولا حاجه خدمت معهم العباد هذوكم الحمد لله عملت مسرحيه عسكر لي في فله من اكبر ممثلين التوانسه خدمت مسرحيه اسمها خرافه ديجا قاعده تدور البريود هذي فما مسرحية أخرى ديجا اسمها جوابات قاعدة ديجا تحضر خدمت زادة قبلها مسرحية بعنوان رئيس الجبل مع عباد زادة محترفين والحمد لله سبا ونالوا فيه إعجاب عند برشا عباد وسبا قاعد نخدم قاعد نتحرك حتى مع العباد البروفيسيونيل ولقيت حظي معاهم ولقيت قدري ولقيت برشا حاجات الأعمال المسرحية إلى أعمال سينمائية والله السينما ما كذبش عليك عملت هكا حاجات بساط في أمور سينما ما كذبش برشا على السينما ممكن نخدم مسرح أكثر من السينما وما ركزتش على السينما نلقى روحي ديجا نخدم في التلفز وما عنديش برشا وقت نوفره باش نعمل سينما ممكن أنا نحب نخدم مسرح أكثر من نخدم سينما وبوكو با كي تجيني فرصة في السينما ما نقولش لا عشكون تحب تشارك في الأفلام؟ والله نقول لك أنا من الحبس يسمي عباد أنا نؤمن بالكرياسيون ينجم يكون راه مخرج جديد أما عنده أفكار مزيانة وعنده ديريكسيون مزيانة ويعرف ايش تعمل مع ممثل ايش تعمل مع مخرج كبير وما يعرفش تعمل مع ممثل مش بالضرورة ونجم تو كما لاحظوا في الدومين بتاعنا برشا عباد في الجدد نشحوا اكثر من برشا عباد الجدد سيحهم عندهم اساميهم وكذا مي فما رؤية جديدة فما مساج جديد فما نفس جديد فما روح جديدة برشا حكايات معناتها انا ما يقلقليش مخرج قديم ولا جديد ما يجيش مشكل
المفيد للعمل شنو هو والجروب شكوني فهمتها كيفاش الخدمه معاه. كاينه المسرح كاينه السينما كاينه مش حكيو على التلفزه في الدراما والله شوف كوتي تلفزه انا شاركت هكا في بعضك لي سيت كون بعضك لي سيت كون ساعات في مسلسلات ولا حاجات ما خديتش دي رول اخبار خاطر شنو نقول لك دوما انا في علاقات المهم جزء انك تربط علاقات كيما انت ما عندكش سيركوي خاطرك تشوف فيهم توا لو كون فيت معناتها هذه خدمه جماعه وهذه خدمه جماعه وهذه خدمه جماعه يلزمك ساعة يؤمنوا بيك ساعة خاطر انت ماكش موجود مش تقولوا انا ممثل ماشيش يلزمك تنجاجي روحك في الميدان وتوريهم انت موجود خدمتك كتب باش قولك ما تقولش في التلفزه لا اما يلزمك موجود حتى في النجم وراه يتفرجوا فيك في المسرح النجم وراه يجيو يتفرجوا فيك وتعجبهم وتخدم معاهم وبرشا ديجا يخدموا في النوبه وحتى سناء وكلهم منين كلهم اللي يكون تتفق جبالي راه وانا زاد من اللي كنت تطفيق لو ليت كنا نعرفهم في امريكا عباد تخدم عباد مهمش كلهم ولا الدومين راهم كلهم مغرومين ويحبوا هكا يحبوا المسرح يحبوا الفن يحبوا كذا دخلوا واحد في الكادر من بين المسلسلات اللي شفتها في رمضان والله شوف انا جيتني كومبوزيسيون في مع سوسن جملي في فندق وسبحان الله ما كتبش جاني رول مزيان متريولي موجود هنا ما كتبش المكتوب ما سالش ربي جانا شيخي اما انا ونشوف روح نشوف روح في حركة خاطر نوسيون هذيك والجو هذاك والموند هذاك نحبوا على الاخر في برفورمانس في نجم ونتعطي تنجم ون معناتها وانت تنجم تبني فهم شخصيه تنجم فهمت بون هما الاخرين كلهم زاد مزيانين ما نجم نقول عليهم حتى شيء اما نلقى روحي نقول في الحلقه. وين ترى روحك؟ مسرح سينما ولا والله تشبكة الخيوط طبعا تشبكة الخيوط خاطر أنا حبي للمسرح أكبر من حبي للسينما أكبر من حبي للتلفزة خاطر التلفزة مشيت ليه جيتني المسرح أنا مشيت فهمت معناتها المسرح يقعد هو للباس معناتها أنا ما عارش يجيني عمل مسرح كبير وتقول لي برا اخدم في تلفزة معناتها كاكرومدور ولا حاجة نقول لك نفسي نخدم مصر خاطر انا نلقى روحي غادي في الموند هذاك التلفزة زادة مهمة تعرفك بالعباد يعرفوك العباد منها فهمت يوجه يدور شفتك في قناة الزيتونة قناة الزيتونة في مع نزار مرزوق شو كيفاش؟ شو كيفاش؟ لا مع التشكيلة شو كيفاش بديك بدايتي في شو كيفاش؟ بدايتي كانت في شو كيفاش أول دخولي قناة الزيتونة خاطر هو الكونسيبت اللي تخدمه شو كيفاش؟ بعده ثمانية شهور تقريبا طلعت التشكيلة اللي هو البيبي هذاك اللي هو عنده تو خمس سنين بديت من غاديكا من شو كيفاش بسكيتشات أنا نخدم برشا على الكوميدي نوار على ستيل تفرق جبالي وكل شيء وستيل هذاك بون ما نكذبش عليك ما لقيتش نجاح كبير في شو كيفاش علاش على خاطر ستيل نتاع كلام الليل ونتاع الكوميدي نوار ما نخبوي فهمت ما يفهموش برشا عباد وفي دي ميساج ديريكتومون زيرو هكا مي التجربه مزيانه برشا وبعدها ديريكت انتقلت للتشكيله كيف زاد سكتشات وسط البلاتو قبل ما نكون كرونيكور معاهم بعد بشوي والحمد لله نقولها حتى في التلفزه ديما نقولها نظرا للغيابات بتاع الكرونيكور اللي معانا التجربه لي انا ككرونيكور معناتها كما نقولوا ديباناج تاع تغيب واحد تغطي بلاص وكذا يا اخي الحمد لله يا رب عندي القبول معناتها كنت موجود حضرت عندي الحمد لله عندي ضماري عندي القبول
كنت روحي سافا ولا جمهور إسرائيلية ولو خالد ولو خالد ولا تدار القناة خالد على خالد ولي كل يتوري معنا تأثير سوء مزال معزوك إذا كان بابا يكون خالد معنا والحمد لله في السيزون الثانية يكون لي تكون ميكور معنا هون كانت تجربتي فنيكا معهم كاكيكور منذ حكو ذمار والبلادة والجو أما ديما في نطاق الاحترام ثم كان الخط التحريري كان المزيان في قناة الزيتون أنا قبل كنت نتقلق منه برشا نظرني أنا كنت في مسرح سيب معناتها نحكي في كل شيء الخط التحريري في القناة هو محلاه أنا قبل كنت نقول شبيه نقول محلاه علاش خاطر خلى الجمهور بتاعي يحبني يقول لي قدكش ضامر ومحترم خاطر مش بسهل باش تكون ضامر في وقتنا طوي في تونس وتضحك من غير غشة فهمت اللي هي ما تكون كان بسبونتانيتي بالتلقائيه اللي فيك تنجم توصل الضحك خاطر اي كوميديان قادر انه بالتلقائيه اللي في داخله يوصل الابتسامه والضحكه لمواطن تونسي من غير ما يلتجا للتهريج ولا للغشه ولا كلام خايب فهمت كان احكي لك ما تصدقنيش التجربه ديك تجربه مهمه برشا معناتها انا في كاريري نحسها مهمه على الاخر هذيك جيت 8 مليون في رمضان بروبوزيت على نصر الدين بن حموده اللي هو المدير القناه الزيتون بروبوزيت عليه الفكره في 8 مليون رمضان قلت عندي كونسيبت اللي هو سيت كوم استغرب قال لي نورمال انت معناتها 8 مليون رمضان تكون عندي سيت كوم قلت له عندي سيت كوم نجمو نخدمو قال لي خالد راهو 15 حلقه معناتها قلت له ناخذ 15 حلقه من 100 فرقات قام كاملين قال لي تنجم روحك معناتها قلت لي خالد كتيبه وراهو معناتها سيتو قلت له انا واميره تو نتصرف وفعلا امن بينا نصر الدين وقلنا نعملوا كوبي بيلوت نجربوا معناتها حابين ما صدقش قلت له نشوفوا معناتها نجربوا حلقه وصافا جربنا حلقه في البلاتو نتاع الكوشينه نتاع عفيفه بوكينا هذاك استغلينا سباس وخدمنا عليه ما نكتبش عليه كتبنا شويه نص مش ما كتبناش اما خلينا روحنا نخدموا بالسبونتانيتي اللي فينا التلقائيه اللي فينا نفسر هكا اللي فينا اللي هو فيه معناتها قيمه من الصدق باش راهو باش توصل للمتفرج ولا توصل له مساج باش تكون صادق انت مع روحك ساعه قبل ما تكون صادق مع المتفرج صافا انا واميره قبل كل شيء نحن نصوم دي كيف معناتها نصوم دي فامي من التشكيله معناتها مرتاحين مع بعضنا مقبل ونعرف بعضنا بالبدا وفاهمين بعضنا ومخلطين على بعضنا لقينا روحنا ديجا بدينا نصوروا لقى روحنا سيء معناتها مقليل تفهمني ونفهمها وحتى كنا بروفيزي انا هي تمبروفيزي ونقبل منها وتقبل مني ومشيت له مو سافا تصور داني بدليل تصور في 10 ايام هم ساش حلقة تصوروا في 10 ايام صفر مليم تكلفة تاع السيكتور صفر مليم قاول على الفعل جاء إدارة القناة البيت صفر مليم قالوا تخيلنا ستكون صفر مليم يقول حتى مخرج في تونس في العالم يصدق ستكون تكلف صفر مليم سبا تعاد بون نظرات ظرفية تاع القناة اللي هي غيرت معناتها الفريكونس تم تغيير الفريكونس ولات في عند برشا مخرجين متسكر حساب كل قناة زيتون سكر ما سكرتش في الفريكونس بدلت ما نالش حظو بالبدا بالدليل ان شاء الله كي المرة الجاية باش تعاود في الصيف ولا يقعد يعاودوا يعملوا اعادة نتاعو كل شيء ان شاء الله كي يرجعوا لعباد الفريكونس ويلقاو قناة زيتون ان شاء الله يلقى حظو بالبدا ونجم راهو كيما احنا نتوقع خاطر برشا عباد ضحكت برشا صغار انا اللي يهمني الكل اللي فما برشا صغيرات موجودة في الشارع تو يقول لي داني يضحك يقول لي يضحك من الفازة تاع الفلوس راهو مهم جدا انك توصل لقلوب الصغار خاطر اذا مسيت الصغار راك مسيت الكبار فهمتني بالله معناتها انا نمارس مسرح الطفل نعرف الصغير شو حلو وقت اللي انا وقت اللي نخدم فيه سيتكوم عندي رغبه من الداخل نقول يا رب ان شاء الله يمس الصغيرات فهمت خاطر كي نفرجوا نحن تو في سفيان شاري الله يرحمه حتى عندي ولاد اختي معناتها بدو يتفرجوا في شوف لي حل يبداو يضحكوا يغزوا هكا في التلفزه خاطر سفيان شاري الله يرحمه وكمل كويتي قلت لي كيف مسوا الصغار قبل مسوا الكبار مسوا الصغار قبل الكبار
هما ممكن ما كانوا من غير قصد عاملين معدا مسلسل باش يشيخوا العباد. في المسلسل ذي من الصغار قبل المستقبل ونال نجاح أكبر من المشاهدة الأولى المرة الأولى تتعدى والمشاهدة المرة الثانية ومرة الثانية وكل ما يتعدى ما تزيد نسبة المشاهدة متاعه. إن شاء الله أين الدليل دليل يلقى حظه في الإعادة. قول لولد الدومين هذايا الشامل هو موسيقى مسرح سينما ربي كل إنسان يشد اختصاصه كل إنسان يشد اختصاصه تغني غني تتبع الأغنية للأخرى مثل مثل تتبع تمثيل المثل تشتح ترقص مع تعبير جسماني يخدم فم ويخدموا للأخر باش نجم توصل. أما رزق هذا ما نجم ياكلو حد ورزق حد ما نجم ياكلو حد خليونا نخدموا وانتوما اخدموا باش نجم التوانسة والفنان والجنرال في تونس نجم يعيش خاطر بالرسمي طاو من انستغرام ولا يمثلوا من سامحني بالكلمة من الشارع يمثلوا راهو ميش يعيش راهو ويش سهل كلمة ممثل هي سهل نعاود نقولها هي سهلة كلمة ممثل باش كل ممثل لازمك عندك تجربة لازمك عندك باجاج لازمك تستحضر الشخصية ونقول لك حاجة نقولها أنا تو إن شاء الله تتفرجوا فيها وأنا نقول في الكلمة هذيا وأنا حي وتنقدوني عليه الكلمة هذيا أي وحدة تخدم في التلفزة جايبينها في الانستغرام نتحداها تجي للمسرح وتعمل دومي رول دومي رول كومبوزي دومي ربع ربع رول تطلعها مع واحدة عمرها ما خرجت في التلفزة عمرها ما خرجت في التلفزة تبقى عندها 15 سنة مسرح كي تنجم تتحرك قدامها تحريك عامل يتحرك وقع إن شاء الله يفهموا ميساجي وإن شاء الله كل إنسان يعرف قدره معناته يعرف البيت بتاعه معناته لازمكش تدخل مش معناته أنت تنجم تمشي تتكون مرة تكون مسرحية وما تفضل مرحبا بيك تقولي أنا خدمت مع مثلا عبد الجعالي مع سلطان الجعالي مع صدق الجبالي مع كل من الناقين الكبار والحاج مرحبا بيك تتكون غادي وإيجا. أما من انستغرام أنا ما نقبلكش مش ما نقبلكش إنسانية تعامل معك إنسانية ما تعرفنيش أما ما نقبلكش في الدومين ولاتك صحة مرسي على الاستضافة مرسي برشا فرحان أنا قابلتك اليوم أول مرة نعطينا قبل على الفيسبوك والجاي أما مرسي على الاستضافة انترفيو خفيف حلو عبرت فيه على راحتي ما لقيتش كل لا ولا إيه ولا كذا ولا مونتاج ولا حاجة نفسي بيها تشرفت فيك أستاذ عشان نتقابلوا في برنامج آخر تجي تعمل برنامج جديد ولا حاجة كل التوفيق نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله مرسي عايش